هي القصيدة اللي قريبة عليه حلو يا رخم. قلت لك أحس هالسكة اللي مشتني بهذا المجال. الله إن شاء الله تكون يعني تكون هي راح أظل صاحبة فضل وصاحبها وصاحبها. نزلكم الدعاء. كم مدة نظمتها؟ أي سبحان الله الأمور بيها. صادق برنامج محرم مكتمل كامل عند القصائد كامل ما عندي شيء بعد. فكتبت بالعشرة الأولى يعني اجت فكرتها كتبت بليلة ما شاء الله. كتبت بليلة بتمامها كلش الصبح كملت يعني. لذلك أنا هواي أمور بيها أحس بيها سبحان الله. حلوا بيا رغهم ذبوا عمايمهم وبشيبته تحزم حبيبي الهيبة وقالها يا زينب ذول زلم النيبة.